وبهذه المناسبة المباركة، مناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة، أقيم في كنيسة كلية راهبات الوردية المقدسة بعمان قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور عدد كبير من المؤمنين. إلى التفاصيل. يا سلطانة الوردية، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي في كنيسة كلية راهبات الوردية الشميساني، وذلك بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدس. وشارك في القداس الإلهي المطران ألبرت أورتيغا مارتن السفير البابوي لدى الأردن والعراق، وعدد من الكهنة والشمامسة، ولفيف من الرهبان والراهبات، لا سيما المنتدب الإقليمي للرهبنة الأخت مشلين المعلوف ورئيسة الكلية الأخت كونشيتا حسان، ولفيف من راهبات الوردية ومعلمو ومعلمات وطلاب الكلية، وجمع غفير من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، وركز المطران الشوملي في عظته على الإيمان وقال: عرف يسوع الإيمان بالنور، لأن يسوع الذي نؤمن به هو نور العالم، ومن تبعه صار في ضياء الحق وطمأنينة السلام. لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذه التوتة: انقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم. بمعنى آخر، لو كان عندكم إيمان بسيط لصنعتم المستحيل، لأصبح المستحيل ممكنا. يتكلم يسوع عن مفاعيل الإيمان، إيمان البسطاء. فكم بالأحرى عندما يكون الإيمان أكبر من حبة الخردل، عندما يكون الإيمان نوراً نهتدي به صباحاً ومساءً. كما تكلم سيادة المطران الشوملي عن الذين آمنوا وكيف أن الإيمان أثر في حياتهم، ومن أعظم الذين آمنوا اثنان: إبراهيم الخليل أبو المؤمنين، وسيدتنا مريم العذراء التي عاشت أحداث حياتها بنور الإيمان. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان يخلص ويحدث معجزات وينقل الجبال. آمن قائد المئة فشفي عبده، آمنت الكنعانية فشفيت ابنتها، آمن البرص العشر فطهروا من برصهم، آمن بطرس فمشى على الماء وعندما شك أخذ يغرق، آمن زكى فنال الخلاص، آمنت المرأة الخاطئة فغفرت خطاياها. نعم، البار بالإيمان يحيى، والخاطئ بالإيمان يخلص. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يذكرنا إنجيل اليوم كما يذكرنا عيد الوردية بأولوية الإيمان في حياتنا. ومثل الرسل نطلب من يسوع في هذا المساء: يا رب زدنا إيمانا، فيجيبنا في الحاضر: لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل
لقلتم لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم. نعم، النمو في الإيمان هو نعمة كبرى، لذلك نطلب بشفاعة سيدة الوردية لكم جميعا أن يزداد إيماننا، لأن البار بالإيمان يحيا، آمين. وفي نهاية القداس شكرت الأخت لوريت زوايدة باسم الأخت كونشيتا حسان والأخوات الراهبات المطران الشوملي لترأسه هذا الاحتفال، كما شكرت جميع الحضور وكل من عمل لإنجاح الحفل، طالبة من الرب بشفاعة أمنا مريم العذراء أن ينال الجميع من الرب فيض نعمه وغزير بركاته. يا سلطان.